عندما يأتي نظام سياسي يعني في أدبيات العلوم السياسية في التحول الديمقراطي في مبدأ مهم جدا لازم الناس تلاحظه. المبدأ ده بيقول لك إيه؟ عندما تحدث تغيرات سياسية جذرية في المجتمعات لابد أن ينشأ نظام حكم قوي يستطيع أن يخاطب تطلعات الجماهير أو يشعرهم بحدوث تحول ما في المنظومة. لكن لما تيجي تفاجأ بأن النظام الذي نشأ بعد ذلك ليس فقط لم يشعرهم أن هناك تغيير بل أشعرهم أن التغيير للسلب، أحبطهم، أدى إلى مزيد من الانتكاسات على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأشاع مناخا غريبا جدا من الإحباط داخل المجتمع. أنا عايز حضرتك تفصل لي مشهد، أنا لا غير مقتنع على الإطلاق أن هناك أي حركة سياسية تستطيع أن تحشد أكثر من 20 مليون مواطن ينزلوا الشوارع في مجتمع زي المجتمع المصري لم يعتاد على مثل هذه الفعاليات بهذه الدرجة الكبيرة. هات لي مجتمع اتفق الناس على أن يقوموا بثورة وحددوا ميعاد ليها. دي ظاهرة غريبة برضو، يعني ما يدرسوا الثورة يعني في القدر العفوي الأكبر بيبقى فيه طبعا عوامل احتقان، بيبقى فيه عوامل مهيئة للاشتعال، لكن دكتور سامح يعني دعنا نتحدث، أنا بتحدث بوضوح بصراحة ووضوح، أنت تتحدث عن الحشد العفوي ولكن البعض الآخر ولا سيما من طيارات الإسلام السياسي تتحدث عن الحشد الطائفي ويقصدون تحديدا الحشد من الكنيسة، يعني البعض اعتبر المسيحيين في مصر كام؟ كام يا دكتور؟ لا أنا أسألك المسيحيين في مصر، لا أنت الباحث المتخصص، الإسلاميين بيقول لك المسيحيين في مصر 5 مليون نعم 6 مليون بقرا حاجات كده، طبعا أنا مش موافق على الكلام ده لكن أنا بقول لك الإسلاميين بيقولوا كده وعندهم إحصائيات من أيام مش عارف كرومر وبيحللوا وبيعملوا، ده كلام كويس. اللي نزل في مصر كام؟ اللي نزل في الميادين كام؟ هم الأول المسيحيين في مصر كام يا دكتور سامح؟ لا انا ماشي على اطروحه الاسلاميين دلوقتي. نعم انت حضرتك بتقول لي الاسلاميين قالوا هو جهاز للتابعه والاحصاء لم يحدد رقما دقيق لعدد الاخوه المسيحيين في مصر. لا انت بتسالني على عدد المسيحيين ولا على الحشد دلوقتي؟ انت تتحدث عن عدد المسيحيين. لا 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 انا همشي ورا الاطروحات الاسلاميه، انا مش هروح يعني وهقول لك عدد المسيحيين في وجهه نظري. الاطروحات الاسلاميه بتقول ايه؟ بتقول لك ان المسيحيين في مصر 5-6 مليون. كتاباتهم بتقول كده، مش انا اللي بقول. طيب الذين نزلوا في مصر البعض يقدرهم ب 22 مليون، البعض ذهب الى انهم 30 مليون في العواصم في المدن والحواضر المصريه جميعا. يعني المسيحيين منهم قد ايه؟ طيب اذا كان هناك حشد طائفي انا بفترض ان كل المسيحيين نزلوا اللي هم بيقولوا عليهم، يعني هو بيقول لك المسيحيين 5-6 مليون، انا بفترض ال 5-6 مليون نزلوا عن بكره ابيهم ولم يعد احد في المنزل، وده طبعا افتراض وهمي يعني مش هيحدث. انا بفترض جدلا ان هم حصل هذا الكلام. طب وبقيه المصريين من الذي قام بحشدهم؟ ده نوع من انواع الادعاء المفلس انا في رايي، وده ادعاء دائما ابدا. يا من نصحنا الاسلاميين ما يدخلوش في هذه الادعاءات يعني، لكن هذا هو منهجه دكتور سامح. يعني الذين نزلوا الاتحاديه مسيحيين واللي راحوا المقطم مسيحيين وكل حاجه بتحصل في البلد بيعملوها مسيحيين، ايه الحشد ده؟ وفي الانتخابات مسيحيين قدام مسلمين.